اهلا بكم. هنتكلم النهارده عن مرض الذئبه الحمراء. مرض الذئبه الحمراء طبعا مرض متعدد الاجهزه. يعني ايه متعدد الاجهزه؟ هو مرض مناعي يصيب السيدات في منتصف العمر ويصيب اجهزه مختلفه في الجسم، يعني مش بيأثر على حاجه واحده او عضو واحد، لا ده هو جسم مالتي سيستم. مالتي سيستم ديزيز يعني مرض بيصيب أجهزة مختلفة بالجسم، فزي ما نشوف بعد شوية أعراض المرض بتاخد أجهزة مختلفة. المرض بيصيب مين؟ المرض بيصيب السيدات زي ما قلنا في منتصف العمر، في السن مثلا من 20 ل 40 سنة. أنا من بنات في السن الصغير، وبنقول بنات ليه؟ لأن نسبة حدوثه في البنات أو أكتر بالنسبة للأولاد 9 لـ1، فنسبته في السيدات أكتر بكتير جدا من الرجال. ايه سبب المرض؟ طبعا هو مرض مناعي زي معظم امراض المناعه، ملوش سبب معين. هو بيكون استعداد جيني عاده عند المريضه مع عدوى فيروسيه او اي عدوى حصلت عندها فسببت لها مرض الذئبه الحمراء. نيجي بعد كده لاعراض المرض. اعراض المرض ودي اهم حاجه واللي بنوصل بيها لتشخيص المرض، والاعراض هي اساس تشخيص المرض. اول حاجه المريضه تحس بارتفاع في درجة الحرارة. عادة معظم المرضى بيجي لهم أول ما يبتدي المرض يبتدي معاهم بارتفاع في درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة بيكون أكتر بالليل. فترة بالليل تحس المريضة إن عندها ارتفاع في درجة الحرارة. طبعا عادة بتروح لطبيب الحميات أو أي طبيب آخر، وممكن تتشخص تشخيصات أخرى قبل ما توصل لتشخيص الذئبة الحمراء. في اعراض تانية بتظهر لمرض الذئبه الحمراء، اعراض تورم بالمفاصل، يجي لهم التهاب وتورم بالمفاصل وعدم القدره على تحريك المفصل فتره الصبح. اعراض تانية بالجلد، يجي لهم طفح جلدي في منطقه الوجه كده، في المنطقه دي، في منطقه الخدين هنا، سماها الفراشه او طفح جلدي على شبه الفراشه، ياخد الوجه من ناحيتين من هنا وعلى الانف من قدام من هنا، ويعمل لهم الطفح الجلدي الاحمر في الجلد، وبنسميه الطفح الجلدي زي الفراشه كده. يجيب لهم طفح جلدي في الجسم تاني بيقشر، وممكن يجي في الرقبه، في فروه الراس، في الظهر، في اماكن كتيره جدا. بيسبب سقوط بالشعر، وممكن يسبب ان بعض الشعر في اماكن معينه في شعر المريضه يحصل فيها ان الشعر يفقد تماما، وتبقى منطقة صلع مؤقت. مؤقت لأن لما بتاخد علاجها بيرجع الشعر لطبيعته تاني. بيسبب المرض أيضا من الحاجات اللي في الأنسجة الجلد والمخاط، يعني القرح بالفم، يسبب قرح بالفم متكررة، والقرح دي زي من منظرها هي بتيجي بأكتر من 3 مرات في السنة. قرح متكررة أكتر من 3 مرات في السنة، فساعة القرح دي ما تبقى موجودة بتساعد في تشخيص الذئبه الحمراء. سبب التهاب في الغشاء البلوري للرئه والغشاء المبطن لعضله القلب، ويسبب الم في الصدر مع النفس. المريضه تحس بالم في صدرها مع ان هي بتاخد النفس، بتخرج النفس، بتحب تحس بالم في الصدر. طبعا الاعراض دي مش لازم تكون كلها موجوده عند مريض الذئبه الحمراء، وبعضها قد يكون موجود بعضها قد يكون موجود. تصيب الذئبه ايضا الجهاز العصبي، ممكن تسبب تشنجات، تسبب مرض العصاب، او تسبب التهاب الاعصاب، او تسبب التهاب على الانسجه بتاعه المخ المختلفه. فاعراض الجهاز العصبي ممكن تكون بدايه، وممكن المريضه تبتدي بالتشنجات بس وتبقى ده اول عرض، وممكن تقعد عندها تشنجات سنين قبل اعراض الذئبه الحمراء. من الاعراض التانية التهاب، واهم عرض بالنسبة لنا في مرض الذئبة الحمراء والعرض المهم جدا واللي بنعالجه واللي بنركز عليه، هو التهاب الكلى. زي ما قلنا مرض الذئبة الحمراء بيصيب اجهزة الجلد مختلفة ومن الاعضاء الكلى، فبيسبب التهابات على الكلى وزلال في البول، يسبب ارتفاع بنسبة الزلال في البول. طبعا دي حاجة بتتعالج ان شاء الله لو اتلحقت بدري والمريض بيخف منها ان شاء الله بالعلاج اللي بياخده وبتتحسن تماما. في اعراض كتيره جدا تانية للذئبه الحمراء، على سبيل المثال ممكن يعمل لهم تكسير في الصفائح الدمويه وفي كرات الدم الحمراء، ويعمل لهم انيميا شديده جدا، وساعات بيوصلوا ان يحصل لهم نقل دم، ويوصلوا لحد غير متخصص ويديهم دم كتير جدا، وهو بياخد الدم يتكسر، فلازم تعالج السبب اللي هو بيكسر الدم في عندهم، وهو مرض الذئبه الحمراء، وتدي لهم العلاج عشان توقف تكسير الدم عند المرضى دول.
اعراض كتيره جدا المرض. ممكن يعمل التهاب في الاوعيه الدمويه، ممكن يعمل التهابات على الرئه، ممكن يعمل التهابات في عضله القلب. فالمرض الزئبق الحمراء زي ما قلنا متعدد الاجهزه، بيصيب اجهزه كتيره جدا في الجسم. تشخيص المرض، بنشخص المرض ازاي؟ بنشخص المرض بالاعراض، ولازم الاعراض تكون موجوده مع التحاليل. بنعمل لهم تحاليل مضادات الخلايا او مضادات النواه والاي ان ايه والانتي دي ان ايه، والتحاليل دي بتبقى ايجابيه وبتساعد في تشخيص المرض. فالتحاليل مع الاعراض الاثنين مع بعض يشخصوا المرض. طبعا تشخيص المرض بدري بيساعد في علاج المرض والوقايه من مشاكل المرض. المرض طبعا زي ما قلنا بيسيب البنات في السن الصغير، وطبعا بتبقى مشكله كبيره جدا. اهل البنت جايه لسه ما اتجوزتش وجاي لها المرض، طب هل المرض ده يمنع الجواز؟ لا طبعا ما يمنعش الجواز، ما فيش اي مشكله، بس لازم المتابعه المستمره مع طبيب الروماتيزم والمناعه المختص عشان يحدد علاج المرض ويحدد الحاجات اللي المريضه تاخدها في اثناء الحمل. طبعا لما المريضه بيجي لها المرض بننصحها ما تحملش الا بعد سنه من بدايه المرض. طب لو المرض كان نشط على الكلى مثلا، السبب الرئيسي في المشكله في الزئبه، بننصحها ما تحملش بعد ما نوقف المرض تماما ونشاطه يوقف، ويكون البول عندها ما فيش اي زلال لمده 6 شهور، 6 شهور ما عندهاش اي زلال في البول، وننصحها بعد كده ان هي ممكن تحمل عادي. طب المرض بيتنقل للطفل؟ طبعا بيتنقلش للطفل ولا بورثش، فمهم جدا الحاجات والمعلومات ديت. يعني المرضى بتعيش، بتتجوز، بتحمل طبيعي، بتعيش حياتها انسانه طبيعيه تماما. علاج المرض ايه؟ علاج المرض اساسا لازم يكون في كورتيزون، الكورتيزون جزء اساسي من علاج المرض، فما يجيش حد عنده زئبه حمراء وحد غير مختص يقول له ما تاخدش كورتيزون، انت لازم تاخد كورتيزون، الكورتيزون جزء اساسي من علاجك. هل الكورتيزون ليه مشاكل كبيره؟ لا الكورتيزون ملوش مشاكل كبيره، لو التزمنا بالحاجات، ادينا كالسيوم، ادينا فيتامين د، ادينا حاجات تجاه اول عض بحيث نتلافى الاعراض الجانبيه للكورتيزون. الكورتيزون ممكن ينفخ الجسم شويه، يزود الوزن شويه، ودي اعراض مؤقته بترجع لطبيعتها بعد ما نقلل جرعه الكورتيزون. ممكن ندي المريضه جرعه عاليه في الاول وبعد كده بنقلل الجرعه على حسب تحسن المرض، ولكن الكورتيزون هو العلاج الاولي اللي بيوقف نشاط المرض ويقلل نشاطه. بندي لهم ادويه كمان مثبطه للمناعه توقف نشاط المرض وتحسن الوظائف بتاعه الانسان، وبتجيب نتيجه كويسه جدا، وبنغيرها على حسب حاله المريض وعلى حسب استجابتها للعلاج وعلى حسب التحسن على العلاج. وممكن نوقف العلاج، ممكن نوقف العلاج تماما، العلاج المريض يمشي باقل دواء ممكن في نهايه لما يكون يتحسن ويكون الدنيا بقت كويسه. فمريض الزئبق الحمراء، مريضة الزئبق الحمراء او مريض الزئبق الحمراء مهمه جدا ليه المتابعه الدوريه مع الطبيب والتحاليل الدوريه، وما يهملش في المرض وما يهملش في علاجه، وما يوقفش علاجه بمزاجه او ما يعدلش في جرعه العلاج بمزاجه، ويمشي بانتظام مع طبيب الروماتيزم والمناعه المختص. ونتمنى الشفاء لكل المرضى ومريضات الزئبق الحمراء، واتمنى لهم متابعه طيبه مع اطباء المختصين. وشكرا لكم على حسن استماعكم، ونلقاكم في فيديو قريب إن شاء الله. شكرا لكم.